EFM Zone Sport spécial Ramadan مع حمزة المغيربي على EFM أحلى راديو. مرحبا بكم الناس الكل، موعد متجدد وحلقتنا الأخيرة من EFM Zone Sport في شهر رمضان. إن شاء الله ربي يتقبل منكم الناس الكل صيامكم، إن شاء الله رمضان تعد عليكم خفيف خفيف الشهر. إن شاء الله عيدكم مبروك زادة للناس الكل، وتنسى اللي برونشي على اي اف ام احلى راديو كلك سوا يسمعوا فينا على فريكونس نتاعنا او بيان يسمعوا فينا ولا يتفرجوا فينا على اي اف ام تي في من خارج داخل وخارج حدود الوطن. مره اخرى نقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك، يعاد عليكم بالصحه والعافيه والحاجات الباهيه للكل. كما قلنا حلقتنا الاخيره اليوم من اي اف ام زون سبور في شهر رمضان باش نحكيوا اهم مواضيع على حرب البلاغات بين الجامعه والوزاره في خصوص موضوع اثاره هلال الشابه والنادي الافريقي، الفار والحالات التحكيميه الجوله الاولى مرحله البلاي اوف، هل نجح الفار في معناتها اطلاله اولى اليوم في البطوله التونسيه ام لا، باش نرجع عليه الديتاي هذا باش نرجع عليه بالديتاي، قراءه في الجوله الثانيه لمرحله البلاي اوف، وفي اخر حصتنا باش نحكيوا على المصارعه وتنظيم دوره بمناسبه ذكرى المرحوم محمد علي بن مبارك الغراري باش نرجعوا لها باكثر تفاصيل نعطيوها درايج في اخر حصتنا. هذا الكل في اف ام زون سبور من توا حتى الاربعاء متاع العشيه. كل حد من الساعتين للاربعاء متاع العشيه اي اف ام زون سبور سبيسيال رمضان مع حمزه المغيربي على اي اف ام احلى راديو. نبداو نرحبوا بالضيوف اللي مشرفيني ومنوريني اليوم في البلاتو واش اثرنا لبرنامجنا وحلقتنا اليوم وعدنا الاسبوعي من اي اف ام زون سبور. نبداو على يميني الحكم وصديق البرنامج صديق اي اف ام مختار دابوس. مرحبا بك مختار. مرحبا بك حمزة، ومرحبا بك كريم سي طارق سي وجدي سي شكري، ونحب نقول بالمناسبة هذه إن شاء الله عيدكم مبروك. انت قدمتهم الكل معناتها يجي بلاس لا يجي بلاس نحب نقول لهم إن شاء الله عيدكم مبروك، وبوغ لا ميم اوكازيون نحب نقول لجميع الحكام في تونس إن شاء الله عيدهم مبروك وإن شاء الله ربي يوفقهم، ونحب نقول زاد لعائلتي إن شاء الله عيدها مبروك. شان عادي وديديكاس كل تحبني روح لا 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 مهم برشا انت اخويا والتعرف في فهم وعلاقتك بي اف ام بارك الله فيك انت معناتها خلينا نقول ولد الدار. زاد نكملوا على الجهه اليمنى والجناح الايمن اليوم في اي اف ام زون سبورت سي شكري حمده مكلف خلينا نقول الناطق الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه، سعيد جدا بقبولك الدعوه وتشريفك لنا حذايا في البلاتو اي اف ام زون سبورت. شكرا حمزة، شكرا لكل السادة الضيوف والسيدات والسادة المستمعين، وإن شاء الله رمضانكم مبروك الكل، إن شاء الله يا ربي عيد مبروك علينا وعلى الشعب التونسي وعلى الأمة العربية الإسلامية الكل، وإن شاء الله على العائلة الرياضية كذلك تكون في أفراح وتكون بعيدة عن كل هذه المناكفات اللي ما عندها حتى معنى لرياضتنا. أكيد أكيد ماذا بينا احنا نبعدوا عليهم الحاجات اللي قاعدة صايرة في كورتنا اليوم، لكن على غالب اليوم ولين نحكيه كوليس أكثر من اللي نحكيه معناتها معناتها في الرياضة بصفة عامة. يلا على يساري ونبداو زادة خلينا نقولوا أخويا بالعمر وبالقدر سي وجدي السيد. مرحبا بك سي وجدي. عايشك إن شاء الله عيدك مبروك وإن شاء الله رمضانك مبروك وسنين دايمة على التوانسة كل والمسلمين كل إن شاء الله، ومرحبا بالحضور، وإن شاء الله بعد العيد نبداو أيام جديدة وصفحة جديدة إن شاء الله نتعداو فيها مشاكلنا الرياضية والعام الكل، إن شاء الله صفحة جديدة بيضاء تبدأ وفيها الأفراح إن شاء الله. بعد باش نوصل لك سلام وسلام أمانة، معناتها فما واحد من المعجبين برشا بيك معناتها سي وجدي وتحاليلك، معناتها اليوم هو صديق اليوم قلت له سي وجدي حدايا قال لي سلم لي برشا، قول له معناتها خلينا نقولوا بلغتنا نشيخ عليك ونشيخ على التحاليل نتاعك. أنا وصل هو ديجا يسمع فينا تو من خارج حدود الوطن، وإن شاء الله وصل السلام. بارك الله فيه نعطيه الصحة وإن شاء الله ديما نكونوا عند حسن الظن. واضح سي وجدي باهي شكون اكبر طارق ولا عندك فصل العمر كي خليني انا خضروي كور بالعمر كريم انا اللي اكزيكو طارق عصادي. مرحبا مرحبا بك، مرحبا بالحضور الكرام الكل وكل مستمعات ومستمعي فهم، وان شاء الله حصه باهيه في ظل الجو المتشنج نحاول نكون اوبجيكتيف ما ندعيوش كمال خاطر الناس كل تستنى من جميع الاطراف اليوم، ما عادش نحكيو على الكره نحكيو على المشاكل، ان شاء الله نكونوا في مستوى الامانه وان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. كريم العواضي صديقي وصديقي اف ام وصديق الجمعيات الكل وصديق الرياضه في تونس ومحبوب الجماهير محبوب الجمعيات الكل. كريم مرحبا بك ان شاء الله عيدكم مبروك. حمزه ان شاء الله عيد مبروك على التونس الكل، ومرحبا بالضيوف. مرحبا بكم الناس الكل، حكينا الناس الكل تعرفوا معناتها شنو اللي صار خلينا نقولوا في اخر الايامات الاخرى بين حرب بلاغات بين الجامعة والوزارة زاد هلال الشابة النادي الافريقي،
على خلفية اللي صار معناتها في معناتها ممكن هي بدات الإثارة من النادي من الهلال الشابة حول يوسف العلمي وتواجده في الميدان، يرجع النادي الافريقي زاد كيف كيف من دوره يتقدم بإثارة على معناتها ممكن كيفاش توجد توفيق المكاشر رئيس هلال الشابة في الميدان في ولا خلينا نقولوا في الأحواز نتاع الميدان في قدام ليفاستير. كبرت الحكاية وصلت بين الشابة الوزارة الجامعة تجاوب، الوزارة توضح، الجامعة تعمل توضيح، النادي الافريقي هلال الشابة، دونك باش نرجعوا له هذا الكل بالديتاي وان شاء الله خلينا نقولوا اللي صاير هذا الكل معناتها نجنبوه، اللي صاير هذا الكل نبعدوا عليه، لانه نحب ولا نكره اليوم في مرحلة المنتخب الوطني التونسي قاعد يحضر المونديال. معناتها نتصور اليوم فرحنا في وقت سابق وانت حاضر تارق لنا، وفرحنا معناتها على المصافحه وعلى اللي صار معناتها الاستقبال نتاع رئيس الجمهوريه وزير الشباب والرياضه لاعضاء الجامعه للملعبيه. معناتها قلنا حاجه باهيه من عرش كريم، انت كنت معنا لنا، قلنا صفحه تتويت صفحه تتويت، واليوم هذا الكل يلزم يصير في معناتها في مصلحه الرياضه في مصلحه المنتخب الوطني التونسي، لكن رجعت الامور. باش نرجع بالحكايه هذه بالديتاي، باه حاجه مهمه قبل ما نخرج فاصل لازمني نقول عليها. معناتها احنا اليوم باش نحكينا على حرب بلاغات بين الوزاره والجامعه. طلبنا الوزارة، مشكورين اللي لباوا الدعوة وسي شكري حمد هو اللي مثل الوزارة لنا، طلبنا كيف كيف الجامعة انهم باش يكونوا حاضرين، طلبنا سي حامد وطلبنا سي امين ونشكرهم على حرفيتهم في حاجة انهم معناتها فما قالك معناتها اليوم تتعدى باسم المكلف بالاعلام معناتها كلمنا سي قيس رجاز، سي قيس رجاز معناتها جاوبني حرفيا معنا اشكال مع حتى لا مع وزارة لا مع النادي الافريقي لا مع هلال الشابة، احنا قال معناتها ما فهمش داعي لتواجدنا في البرنامج، قال لي هبطنا بلاغ نجاوبوا بلاغ، ما عندناش علاش معناتها نكونوا موجودين. جا قلت خاطر ممكن العباد معناتها اليوم معناتها في العنوان حرب بلاغات اليوم وهذا اللي صاير، لكن يقول علاش جبتوا الوزاره وعلاش ما جبتوش الجامعه، فهمت؟ معناتها حبينا يكون ايكيليبري لكن الجامعه رفضت. نحاولوا نكونوا موضوعيين احنا ونكونوا محايدين في الموضوع هذا لانه موضوع كريتيك ومعناتها حساس برشا، في برشا اطراف في بين جمعيات جماهير رياضية وزارة معناتها سلطة إشراف بين الجامعة والمشرفة على لعبة كرة القدم في تونس. دونك باش نرجع نحكيو في الديتايل كله نبداو فيه بعد شوية الموضوع موضوع البلاغات هذي لكن بعد الفاصلة. على إيفام أحلى راديو، رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم الناس الكل مواصلين في إيفام زون سبور في ساعتنا الأولى نحكيو على حرب البلاغات، ويحضر معنا السي شكري حمدة، مرحبا بكم مرة أخرى السي شكري. شكرا، مرحبا بكم، ونورتنا وشرفتنا مرة أخرى في البلاتو. مرة أخرى نقول للسادة المستمعين اللي تحكوا بنا، حبينا طرف من الجامعة يكون حاضر لكن الجامعة اكتفت قالك معنا مشكلة مع حتى معنتا هيكل ومعنا مشكلة مع حتى جمعية، دونك اللي هبط بلاغ جاوبنا معنتا ببلاغ. به كيفاش عشت الأسبوع هذايا طارق، ولا ممكن الأسبوع هذايا أكثر لأنه معناتها هي صحيح بدأت مباراة آخر مباراة في البطولة مباراة هلال الشابة والنادي الإفريقي، مشيت معناتها هلال الشابة اشتكيت يوسف العلمي، زاد كيف كيف النادي الإفريقي اشتكى توفيق المكشر، بعد في بنا ساي معناتها وقفت الحكاية ونوصلت بالمطالبة من الوزارة بإيقاف نشاط البطولة وهذا كل شنو. نرجعوا له بالحيثيات مع السي شكري، كيفاش عشت البريد هذه؟ هو مش بالبساطه سامحني باش ناخذ رايك معناتها سي واجدي معناتها زاد كيف انت شنو اعلاميا، اما كمدرب كيفاش تعيشها مرحله حساسه، زاد كريم كلاعب كيفاش ينجم يعيشها مرحله حساسه، معناتها نحكيو اليوم في مرحله نتاع بلاي اوف نهايه بطوله يصيروا حاجات كيما هك. يلا طارق، ماهيش بالبساطه والسهوله اللي يتكلم عليها اخونا قيس رجاز ولا المكتب الجامعي كره قدم انه ما فماش مشكل رجعوا في بلاغات. لا، شفنا سي حمد المغرب يتكلم في قناه التاسعه ويبدو انه يختار المحمل الاعلامي اللي يساعده المكتب الجامعي، واليوم نحن ماهيش فخره ولا نستعرضوا في البطولات البارحه، معناتها صار لنا نقد من جمهور الفريق من جمهور هلال الشابه من كل الاطراف المتداخله، كل واحد يتهمك انك تخدم في طرف معين. الحقيقه احنا حتى واحد ما يدعي انه عنده الحقيقه كامل، نحاول نوصلوا رسالتنا، طرحنا برشا، هو موضوع متشابك برشا حمزه لانه اصل الصراع فيه ما بين المكتب الجامعي كره قدم وهلال الشابه، والتداعيات نتاع تجميد نشاط الفريق ثم الخساره المعنويه الكبيره للبيرو فيدرال واللي اليوم زاد انه باش يطلب عليه تعويض هلال الشابه 16 مليار. مازلنا في التداعيات نتاع القضيه الاولى، تخلط عليه قضيه ثانيه مع صدام مع فريق بحجم وقاعده وجماهير النادي الافريقي، دونك الموضوع خذا معناتها امبلور كبير برشا اعلاميا وحتى في حرب البلاغات اللي ولات فيها كان نوع من الاستعراض حتى نتاع الكلاشات ما بين زوج فرق. اليوم على ارض الواقع فما تهديد للسلم الاجتماعي،
فما تهديد انه من ناحيه نعرفوا البوبولاسيون ونعرفوا حجم جمهور النادي الافريقي ونعرفوا لانه فما 7 فرق متداخله في 6 ولايات في الجمهوريه في حال انه الترتيب تبدل في حال انه في التاس. معناها اليوم ما نزينوش الحقائق. اليوم في ظهر لي كريم ولا سواجي خدمه الجزائر ثم شباب الوزداد ولا هم فريق غير 8 جولات بقرار من التاس سنتين تالي ضاع لي الفريق. لكن معناها الفرضيه موجوده قانونيا مش كما حكى خونا قيس معناها نوجه له تحيه ونحترموه في البيرو فيدرال انه ما فما حتى مشكل ونزينه في الحكايه انه فما بلاغات. اليوم فما مشكل حقيقي وراه ان ملخص نتاع ارتجال وعبث نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم تيره 10 ولا 11 عام ليس انتصارا للوزاره. حتى الوزاره عندنا عليه برشا ما اخذ ونحكيه وخاصه في ظهور الاتصال تاع السيد الوزير اللي كان معناتها خرج بكشكور الهلال اليوم مع كل تقدير الهلال اليوم راهو نحكيه على معناتها كما جرحنا في سي معطي الدخلي اللي هو كلوبيست معناتها وما يشتهم لكن هو كلوبيست في رئيس لجنه التاديب فما نوع من التحفظ على نوعيه القرار اللي باش يصدر ضد يوسف العلمي. كيف هذا السيد كمال دقيش كان عطاه موقف لانه في قضيه مختلفه تماما اليوم في وضعيه اخرى هذا كله يتسال عليه. ونرجع للب الاشكال يبدو انه الموضوع هذا كنت انت عملت الحوار الحصري حمزه 6 شهور تالي السيد الوزير قال انتهت فسحه وديع الجري لكن اليوم يبدو انه الفسحه لم تنتهي ويبدو انه دخلت في متاهات كبيره سياسيا شكون عنده الحظ الاكبر وفما انا راه تطورت الساعات الاخيره انه فما دفع وتجيش في اتجاه اقاله وزير الرياضه هذا الحقيقه يمكن مسكوت عنه ويمكن ما نجمش احكي سي شكري من واجب قانوني ولا من واجب تحفظ لكن اليوم الساحه ما عادش تحتمل وديع الجري وكمال دقيش هذا اللي راه من وجهه نظر متواضعه. خلينا ناخذ موقف الوزاره قبل ما ناخذ موقف الوزاره معناتها خلينا في كلمه معناتها بين سواجدي وكريم معناتها اليوم تقلق شويه المدربين معناتها مدرب ما يعرفش روحه انه وين ماشي الحكايه فما ضبابيه القدام هل معناتها باش تاقف البطوله مش باش تاقف البطوله شنو باش يكون القرار فما معناتها مدربين ما يعرفش فما شكون يلعب بلاي اوف ممكن يلقى روحه يلعب بلاي اوت معناتها اذا في صوره معناتها هذا القانون معناتها ما نستبقوش الاحداث تقلق كمان تقلق المدربين سواش اكيد وانه التركيز المدربين والاطارات الفنيه بصفه عامه يعني ما عادش على الامور الفنيه برك ولا تم عايشين في بول هما مسكر عليهم اللاعبين والمدربين هما عايشين في محيط معناه هو اكيد وانه المشاكل الجانبيه هذه والمشاكل القانونيه وكل شيء اكيد وانه باش تاثر يعني تأثر يعني بصفة مباشرة وغير مباشرة على المدربين وعلى اللاعبين وكل شيء الناس كل تحكي وين يمشي اللاعب وين يمشي المدرب الناس ما تتكلم كان على المشاكل وعلى الشابة والأفريقي ومن شكون باش يسقط وشكون باش يرجع وشكون باش يمشي شكون باش يجي وذاك شكابيه وذاك ستينف وذاك يعني هذا المحيط اللي عايشين فيه الناس الكل ولا التركيز ما عادش تركيز فني تشوف النوادي في اوروبا ما عندهمش المشاكل هذه جدا المدرب يحكي وين يخرج انترفيو مدرب يحكي كان على الامور الفنيه ويتعدى ولا ما يحكيوش معاه اصلا على المشاكل لكن احنا في تونس بصراحه الكره مساتت حمزه مساتت الكره ما عادش نجمو يا ما يزيش المستوى يعني متدني المستوى الفني ما يزيش باش نقعد نعاود نحكي الحكايه ومنشات رياضيه وملاعب كل مش لازم نزيد نقعد نحكي فيهم وزيد تو دخلنا في منعرج اخر تاع شكايات وهذا شكابيه وهذا ستينف وهذا من شنو وهذا التاس وهذاك وتو دخلت الوزاره يعني طرف اخر في الموضوع ولات ثلاثيه وكما قال طارق يعني مع احترامي للسيد الوزير معناها ما ينجمش يكون هو الفيصل بين زوز اطراف لانه ثم انحياز لانه بصراحه انحياز ما نقولش ضد النادي الافريقي ولا ضد اي جمعيه اخرى لا معناها انحياز احنا قاعدين نشوف الوزير يعني كل واحد يقدم قضيه ضد المكتب الجامعي الوزير باش يكون معاه وياخذ قرارات يعني عمرها ما كانت يعني في صالح ولا بليتو في صالح الرياضه التونسيه بصفه عامه بطريقه موضوعيه هذه خلينا في سي شكري هو باش يوضحها النقطه هذه معناتها خاطر ينجم معناتها احنا باش نستناو معناتها باش نسمعوا من سي شكري علاش سي شكري حاضر احنا لنا باش نعرفوا خاطر الجاء مثلا الوزاره اليوم تقول لك انا ما نحصتش معناتها هذا في البلاغ الاخير اللي هبطته البارح تقول لك انا مانيش منحازه وبعيده كل البعد على الجمعيات هي محل ادعاء في القضيه هي بعد كي هي باش نتفاعلوا مع كريم تقلق شويه الملاعبيه باش تقلق باش نقول لك عليه اول حاجه الكاء اللي صارت على مناول هي اللي غيرت نظام البطوله ما كناش باش نلعبوا هذه بلاي اوف وبلاي اوف 14 كيب وكل شيء واضح بعد صار البراج ورجعت الشاب كل شيء تبدل وانا التو نعاني منه اوتوماتيكمون مش نحكي معناها كوتي اورغانيزاسيون مانيش كوتي قانون خاطر ما عندي حتى دخل فيه ما راهي تقلق برشا خاطر ولينا كيما حكى سي وجدي توا اللي نحكيو برشا اكسترا اكثر من نحكيو نسينا البيل فايده اللي هي كره القدم نسيناها
خاطر باش تحكي شكوى ولا مش شكوى، خاطر برشا جمعيات او اكزامبل يعني ممكن كمش نحكي كان على هلال الشباب ونادي الافريقي، ثم برشا جمعيات باش تظهر اكزامبل جرجيس ولا اللي تاب فهم انا برشا حكايات باش مين باش نقولوا نحن ربي يهدي بسالة فقرة بوقت تتحل. واضح سي شكري. خلنا ناخذوا معناتها سمعت رايلو خيان وسمعنا معناتها ولاكيت معناتها راك ملم ملم باللي صار الاسبوع الفارط، فسر لنا موقف الوزاره معناتها شنو الحكايه الكل معناتها من خلينا نقول من انظار الوزاره وزاره الشباب والرياضه. شكرا شكرا السادة الضيوف. انا باش نطرق معناها من بالبدايه صح حبيت انها تكون الجامعه موجوده وفي حوار رصين وعقل ونحكوا في الملفات ونحكوا بشكل واضح ونصارحوا جمهورنا ونقولوا وين الخطا وين الصوره ومن غير مغالطات، وان كان مقارعه الحجه بالحجه والقانون بالقانون والفني بالفني وغير ذلك، وانا هنا لاوضح مساله قانونيه اساسا. النقطه الثانيه اللي نحب ناكد عليها اللي الوزاره راهي هي الخيمه وهي اللي تشرف على مرفق الرياضه عموما، وبالتالي فان الجامعات الرياضيه والجامعات الرياضيه هي في اخر المطاف هياكل الرياضيه تحت اشراف الوزاره، والوزاره هي المطالبه بحفظ هذا القطاع وهذا المرفق والمحافظه عليه من كل شيء. وهذا هو منطوق الفصل الثالث من قانون 94 اللي يعتبر وان الدوله واجبها تأطير وحمايه ومراقبه التظاهرات الرياضيه وحمايتها من كل متاجره او مباراه تباري غير الشريف وغير النزيه والعنف وغير ذلك. ثم كذلك الفصل 29 من نفس القانون يقول أن للوزارة سلطة مراقبة التظاهرات الرياضية باستثناء التظاهرات العسكرية، وبالتالي فإن تدخل الوزارة في هذه المسائل وخاصة عندما يتظلم لديها طرف معين وهنا تظلم جمعية الشبت قدمت تظلم أول وتظلم ثاني، فإن واجب الوزارة أن تتدخل وفي هذا الموضوع. هذا التدخل الوزارة لا يمكن أن يفهم على أن تدخل في الهياكل الرياضية أو في الهياكل التحكيمية أو غيرها. كيفاش كان تدخلكم؟ نأخذهم بالنقطة بالوقت. هلال الشابة طلبت منكم أنكم تدخلوا في النقطة هذه، كيفاش كان تدخلكم؟ تدخلنا في تقدير الوزارة أن ما آلت إليه هذه الوضعية سيؤدي إلى تأجيج السلم الاجتماعية ويمثل خطر على كل وهو مجموعة كبيرة على البطولة برمتها وعلى تمثيلية تونس في المباريات الإقليمية. تعرف الترتيب هو اللي حدد شكون يشارك في البطولة الإفريقية أو غيره، وبالتالي اليوم اللي كان تحكم الطاس لصالح الشاب كل شيء يتبدل، معناها يولي ثم فريق ينجم يكون تحصل على البطولة ويحرم منه. إيش نعمل في هذا؟ من منظورنا هذا رسلنا الجامعة كتبنا لها قلنا لها يزمك تنظري في إثارة النادي الإفريقي والهلال الشابي الزوز ونستنوا شوية تلقوا الحل حتى لين بشكل نهائي يتم الفض هالنزاع هذايا وياخذ كل حق طرف حقه. وهذا هو ما عندكم نعرفش عندكم وصلتكم المراسلة اللي خرجت من المراسلات كل قدام هي واضحة ولغة الوزارة فيها واضحة، ولكن ما وهذا وجهناها في مراسلة إلى الجامعة. المنطق السليم والتعامل الجدي من أجل البطولة وإنقاذ أن تراسل الجامعة التونسية الوزارة وتجيب عن هذه المراسلة أو أن تتصل بنا مباشرة وتقول شنو عندها ونسمعها. لكن احنا تفاجأنا اللي احنا في مراسلة تهم الأمن وتهم البطولة وفي عواشير واحنا جايين على عيد الناس تبتك لا تعمل في بلاغ وبعدين تعبط في برنامج في قناة تلفزية خاصة وحكي وش تحب وكذا. هذا أولا سلوك نرفضه ولا نعتبر أن الجامعة قد أجابت الوزارة لحد التاريخ، وبعثنا لها في الإطار هذا مراسلة أخرى قلنا رانا طلبنا منك حاجات أعطينا الموقف نتاعك وشنو ثم، وكان من باب أولى وأحرى إنها تجي للوزارة باعتبارها سلطة الإشراف المشرفة عليها وإحنا نلقوا معها الحل. ونذكر وقت اللي عم نول وقت المشكلة نتاع الفريقي وحدث رأي الوزارة هي اللي دخلت وقررنا هذا في موضوع معناتها حول النادي الافريقي الان نعود الى حيث في نقطه معناتها
ما نعرفش كان تسمع تحب تحكي انت ولا تحب نتفاعل مع بعضنا؟ تفضل مرحبا بك. اللي انت قلت هلال الشابة اليوم معناتها طلب من هلال الشابة انها يتدخل صوت الاشراف اليوم في الجامعه هكا ولا دخلتوا انتم رسلتوا الجامعه قلتوا يلزمكم تشوفوا الاثاره هذه معناتها تشوفوا الحل في اشكال النادي الافريقي وهلال الشاب؟ هل كما قلت انت الوزاره بما انها هي تشرف على الجامعه وتنضوي تحت الجامعات والرياضه بصفه عامه وهي ممكن الطرف الاول اللي تتحكم معناتها في الدوله اللي ممكن تشرف على الرياضه في تونس، هل الوزاره اليوم يلزمها تستنى معناتها بلاغ من ولا اثاره من هلال الشاب معناتها باش تتكلم باش تدافع على الشاب؟ علاش مثال صاروا حاجات قبل ما دخلتش الوزاره ملف جرجيس مثال اليوم فما ملف مهم فما ملف ترجي جرجيس والنجم الرياضي الساحلي ممكن زاد نفس انا نتصور معناتها الاخرين نجموا يشاطرون الراي ولا نفس الاهميه من معناتها هلال الشابه ولا النادي الافريقي اليوم كان معناتها تحكم فيه ولا تتغير معناتها النتيجه الحاصله على الميدان نجم ترجي جرجيس ما تطيحش والنجم الساحلي ما يلعبش بلاي اوف معناتها تنجم متاثر. انا عذيه حبيت نفهم الوزاره اليوم من هي المشرف ومعناتها وينضوي تحت الجامعه تستنى بلاغ معناتها باش هي تسمح روحها باش تتدخل والا معناتها تنجم هي قاعده تشوف وقاعده تعرف اللي صاير ووسائل الاعلام قاعده تحكي معلش ما تدخلش اوتوماتيك؟ احنا يوميا نتقور برؤساء الجمعيات ونتقابلوا ولامس بركه جات حضانا جمعيه النادي الصفاقسي وعلى المشكله وقعت على الاحده وحاولنا باش نتدخل واحنا ديما كنحبوا نتدخلوا في اطار احترام الهيكل الرياضيه واحترام استقلاليتها في المجال الفني وما هو مخصص لها فنيا نقول ذاك عن طريق عن طريق الجامعات ونحن كسلطه اشراف نواكب هذا نفس التمشي هذا مشيناه مع الجامعه طلبنا منها باش تاخذ الاجراءات اللازمه الفوريه والضروريه لضمان حسن انطلاق البطوله يعني الخطاب متزن وواضح بالنسبه للوزاره طلبنا من الجامعة الجامعة كان عليها أن تتصل وأن تجيبنا وأن تطلب جلسة أو ما شاءت ونحن مفتوحين ومفتحين عليها وعلى كل الهيكل الرياضي. نعود الآن وهو هذا الأخطر هو نعود الآن إلى الوقائع أصل الحكاية حكاية ثم 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 رئيس الجامعة رئيس النادي الإفريقي كان سينيالي في أكتوبر في مقابلة النجم الرياضي الساحلي في 28 اكتوبر تقريبا و 21 وسينيالي كذلك في مقابله سليمان اللي هي في 9 مارس حكم المباراه دون هو سي امير الوصيف دون على ورقه المباراه ان رئيس جمعيه النادي الافريقي اعتدى بالعنف اللفظي على طاقم التحكيم واحالت الرابطه المحترفه هذا الملف يوم 11 مارس الى الجامعه باعتبار أن النظر في هذه المخالفات التي يقوم بها يعني رؤساء الجمعيات من أنظار لجنة التأديب والروح الرياضي. السؤال هنا إذا كان هذا رئيس جامعة في فترة ونتنسق نعرف هذا اللي العنف اتصاعد ورئيس جامعة رئيس جمعية يقوم بالعنف أعتبر أنه أولوية مطلقة أن تنظر الجامعة في هذا الملف يعني لو كان نظرة الملف قبل المباراة اللي هي شهر ونهارين لو كان نظرت الجامعة في الفترة هذيك وفي العقوبات اللي سلطتها أو تحكم بما شاءت احنا ما تدخلناش في حكم ما كناش نحكي اليوم على الشاب وعلى إثارة وعلى حد شيء. هي واضح انت ما انت تقول ما انت صاير على فاس الرئيس هي رئيس نادي ما زاد يذولي توفيق المكشر معاقب زاد 18 شهر حتى نحكو ما انت نحكي لخطر هي إثارات نحكو على 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 الإثارة هذه واضح في بالنسبه اثاره النادي الافريقي على هلال الشاب اثاره النادي الافريقي على هلال الشاب هذا الوقع وما اثاره النادي الافريقي على الشاب هي وقعت الاثاره في المباراه ماهيش سابقه هاو فرق ما عندهاش شهر رواش وكانت تنظر فيها ولم نتدخل وقررت وكنشوفوا التسلسل الزمني الشاب اثارت معناها يوم 14 تذكرت الجامعة أنها نسيت ملف من 11 مارس ونظرت في ذلك الملف في 18 أفريل ثم بتت في ملف الشابة في 19 هذا كله يندرج في التباري غير الشريف والتصرف غير الحكيم وغير المسؤول من الجامعة لأنك تقتل ظلي عندك وضعية كاملة
وبلاد كاملة في الوضعية هذه وفي الحساسية هذه تكون أنت أب العائلة الذي يرعى هذه العائلات ومن نفس المسافة. وهذا ما قامت به الجامعة الوزارة فعلا أننا من نفس المسافة. لكن شنو الفرق؟ سمحني شنو الفرق؟ كلمة لا كلمة مزمش تعدى. التباري غير الشريف تاع الجامعة شجع التباري غير الشريف قلت أكمل لصالح من؟ ما عرفش عليها. لا مش تعرف تعرف تهمة ما تعرفش لصالح من؟ أنت اليوم وقت اللي ظلي يتقدم لك أي فريق بتهمة بحكم يسجل أن هناك رئيس جمعية اعتدى على طاقم تحكيم المباراة ولا تنظر في هذه اعتداء المسألة لفظي ساعة قبل كل اعتداء لفظي لا 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 بالنسبة احنا كيف كيف اعتداء لفظي لا اعتداء لفظي لانه يسمع اعتداء يقول لا 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 اعتداء لفظي اعتداء لفظي وهو مرفوض مهما يكون اعتداء لفظي او مادي اعتداء لفظي يا صديقي نشوفه فيه كل يوم في الملاعب عندنا احنا سواجدي هو دوينا على دوينا دوينا نرجع انا للنقطة ولا ما نقش في هذا رزاق يصير تأويل لا لا ما يصير تأويل لا لا واضح صح التوضيح اما انا ما ناقشتش هذا وما ناقشش شنو القرار تتخذه الجامعة زاد راه او هيئة التأديب ليه خذ اي قرار هذاك امورك امورك المهم انك تفصل وما تخليش المسألة مسيبة انظر في الملف لا تهمة كبيرة عملت الجامعة جست لحظة خلينا انا نتفاعل سواجد لا تهمة كبيرة لانه تقول التباري غير الشريف يعني ثم شكون لصالح من والله يطرح انها تأجل هي ما تنظرش لمدة شهر ونهارين الجامعة مو ما بتنظرش شو تحب بيه هذا الواش مش تحب باي خلينا معنا الجامعة شو تحب تومي بفرحات يحب اطلب انه يدخل متر تومي بفرحات معنا عبر الهاتف عنده تعقيب انا ونعود نقوله راهي الخط مفتوح معناتها الناس الكل والاطراف الكل وذي معناتها اللي نشكر فيه معناتها سي شكري والوزارة اللي قال لك خويا هذا ملف نجمو نحكيو فيه الناس الكل واي طرف هكا ولا سي شكري اي طرف معناتها يطلب باش يتدخل ما نمنعوش وذي معناتها شكرا اللي رحبت صدرك معناتها سي شكري معنا الماتر تومي بن فرحات ماتر مرحبا بك مرحبك حمزة وعيد مبروك عيد مبروك للمتارف وسي وجدي سي كريم وسي شكري مرحبا بكم الناس كل شكرا لك متر وشاء الله سنين دايما كل عام وانت حي بألف خير متر حبيت تدخل ما انت فما نقطة ما انت حبيت تدخل فيها ولا والله حبيت تدخل معنا احنا معنا اللي صار هذا الكل معنا انت درت معنا بعد بلاغ الوزارة اللي هو فيه هروب للأمام أنا اليوم على الأقل بدي تتأكد اللي هو اللي ما عندهش الحياه في فريق الشابة لكن منذ البداية في شكري معناها أصبح أكثر من سي كمال محامي لفريق الشابة ومنحى أنه يحكي عن الإثارة بحد ذاتها وعقوبات لرئيس النادي الإفريقي ولا نحكو بتواريخ وكأنه أمام هيكل رياضي يدافع معناها على هذا بالضبط أنا كنت في الفريق القانوني لهذا نفس التوجه اللي خذاه فريق الدفاع تهيئة الشاب أنا اليوم نسمع في مرافعة أخرى من فريق تهيئة الشاب معناها حاجة غريبة برشا معناها هذا معناها قرار معناها البلاغ اللي هبط لولاني فيه انحياز وانحياز واضح على خاطر عكس اللي قالوه في البلاغ تاع البارح وعكس اللي قالوا سي شكري توا راهو احنا رجال قانون سي شكري وانت تعرف جيدا أنا أراه من لوجوش بالفتاشة الفقرة الأخيرة من الصفحة الأولى مش نحكو عن نادي الإفريقي كما كنا نحكي عليها راهي العبرة بالطلبات الأخيرة والعبرة بالطلب الأصلي النهائي اللي هو موجود في الكلمة الأخيرة لذا ولهذه الأسباب ونفس الشيء صار ذا وكذب أنه بمناسبة قضية معناها دفعت دفعا ومشيوا بعض من خارتين من أجل الشابة ومن من نجم رياض الساحلي وتم استدعائكم على كترب وحضر المكلف العام لإذاعة الدولة وقال في نفس التقرير وعارض التأخير وساند هذا الطلب معنى ثم توجه واضح من هذا احنا معنا حاجة غريبة برشا على خاطر نستغربوا معنا احنا خصوصا انه تم ربطها بالسلم الاجتماعي معناها حاجة غريبة معناها هالثلاثي السلم الاجتماعي اللي تم ذكره ما مليناها حتى مرة لا في عندما توفي معناها شهيد المدارس عمر العبيدي معناها اللي هو توفي هو شاب وتحت إشراف وزارة التباس وتوفي في منشأة رياضية تحت إشراف وزير الرياضة ورغم ذلك ما
شفنا حتى تدخل، ما شفنا حتى طلب، ما شفنا حتى مرة الوزارة حاضرة أو عبر معناها على موقف بهذا الخصوص، ما شفناها حتى مرة الوزارة معناها تكلمت بخصوص معناها جميع المشاكل الاخرى. لكن سي تومي حتى سي شكري حكى قال معناتها عم ناول معناتها الوزاره وقفت مع النادي الافريقي وقت اللي معناتها اللي صار في الهيئه التسييريه واحد كل شيء، هذا موقفهم وهذا اللي حبت حتى في البلاغ. هي احنا انا كنت انا حاضر سي شكري هو يعرف جيدا احنا رانا توجهنا فيما يتعلق بكره القدم، توجهنا الى الجامعه في 5 فبراير 2021، ثم تلافيا واحنا نأمنوا بالهياكل الرياضية، مش كما نأمنوا بوزارة الرياضة بالهياكل الرياضية، قلنا طلبنا من الوزارة لتفعيل معناها الفصل 15 معناها من القانون 2007 من الأمر 2007 المنظم لوزارة الرياضة، واحنا طلبنا منهم وهم نشكرهم اللي فعلوا بصفة إيجابية معناها في ظرف سريع، لكن هذا من واجبهم كما توا من واجبهم هو البقاء في الحياة على خاطر اللي قاعد يصير كثير برشا راهو. انا نستغرب معناها هل يعلم معناها انه السيد الوزير وهو رجل قانون انه معناها استغلال القضاء لوضع يده معناها لنا راهو كثير برشا، هل معناها حاجه واحده اخرى راهو هذا غريب باعتباره ضد معناها سي شكري. راهو الناس الكل تعرف انه الوزير العالي اسم كمال راه كان ضيف مبجل مع هلال الشابه بصفته داعما له لدى المحكمه الدوليه تعرف عمي وراه راهو معناها يريد ايقاف البطوله معناها فقط، وهذا معناها تعرفوا انت شكري اللي طاز تنظر بعد 6 اشهر وثمانية اشهر راهو مش تونسي راهو معناها التعقيد المرحله الثالثه من التقاضي لن تكون الاستئناف، المرحلة الثالثة من التقاضي هي في الطاف، والطاف معناها توجهها أول حاجة احنا كون متأكد كما أنت أعلموه ومعناها وجيت لهنا معناها بالملف نتاع الشابة وتتكلم وأصبحنا نسمع في اتصال آخر من ألسنة الشابة موجود، راهو النادي الإفريقي تولت الاستئناف والنادي الإفريقي ملفها أنا أكد لك أكثر طلابة من موقف في إثارة النادي الإفريقي نتحدث هنا ورانا حتى احنا شفتوا الإنتاج أنا، لكن عمرنا ما طلبنا الإضرار بالأطراف الأخرى أو عمرنا وحتى الإعلام عمرنا ما خرجنا على خاطر نحترموا الهيكل الرياضية ونحترموا الهيكل القضائية. مرة جاء من الوزارة أنها تلتزم الحياة وخصوصا تعتذر من حكاية السلم الاجتماعي على خاطر احترام القانون هو السلم الاجتماعي، والادعاء اي حاجه خلاف ذلك هي الدعوه للفوضى، وغريب ان الوزاره تدعو الى الفوضى. واضح. شكرا لك سي تومي، ونخلي معناتها سي شكري تقعد تسمع فينا يجاوب سي شكري على النقاط اللي ما نقصوش عليه. سي شكري خليه يوصل المعلومه نتاعه. سي شكري خليه يطرحوا معناتها. نشكر الاستاذ فرحات على هذا، وكما ذكر هو ذكر اللي استقبلته في مكتبي السنة الفارطة وتفاعلنا تفاعل إيجابي، وهذه مش مزية من وزارة كذا، ولكن نحب نأكد اللي احنا ماناش منحازين وهذا بعيد كل البعد، اما وقت اللي احنا نحطوا الصورة كما هي هذا واجبنا. اللي اعطيت هنا مجموعة من الوقائع ولم ابدي رأيا، اعطيت تواريخ هاو شنو وقع كذا هاو شنو وقع هاو شنو وقع هاو شنو وقع، ما عطيتش موقف قانوني. وخوف الوزارة هو خوفها من السلم الاجتماعي، وقت تولي تهمة هذه التهمة وقت اللي ظل جامعة تنشر في بيان وبلاغ في رد على مراسلة، التحريض هو وقت اللي تهبط الجامعة بلاغات تحرض في جمهور النادي الافريقي بشكل واضح، وقت اللي نخفوا الحقيقة نعطوا وقت اللي انت تهبط اللي وقت اللي تهبط انت النقطة وقت تهبط بيان على الاقل الامانة تقتضي انك تهبط المراسله اللي وصلت لك من الجامعه من الوزاره تقول هاي الرساله هاي المراسله تاع الوزاره وهاو بياني باش يقرا على الاقل. في التاسعة على امتداد برنامج كامل، البرنامج يعدي في بيان البلاغ الجامعه ولم تشر، والحديث كله على مراسله الوزاره ولم يتحدث المراسله لم تظهر
هذا هو التوجيه وهذا الخطير. ثم يتدخل الأستاذ حمد المغربي ويبين وكأنها الوزارة جت في قضية ضد الجامعة، يقول احنا رفعوا مجموعة من أحباء ومنخرطي ومنتسبي النجم الساحلي والهلال الشابة قضية ضد الجامعة، وتم استدعاء المكلف العام وقدم تقرير. يعني الإخراج اللي أخرجه وكأن احنا في حين أن القضية وجهت ضد الجامعة وضد الوزارة. يعني انتم محل ادعاء، احنا محل ادعاء، وهذا موقف قانوني، وهذا تقدير قدرته الوزارة وقدره المكلف العام وساغه، ونحن ملزمين برأيه باعتبار أن المكلف العام هو محامي الدولة، ونحن هيكل من هياكل الدولة، والدولة ثابتة في موقفها وموحدة في موقفها. ما نجمش يكون أنا عندي موقف هنا والمكلف العام واحدة، الدولة واحدة والدولة التونسية، والجامعة التونسية لكرة القدم اسمها الجامعة التونسية لكرة القدم، ما اسمهاش حاجة أخرى. هل في خرق للسرية متاع الدولة أنه مرافق؟ في خرق ذاك وبش يكون عنده إجراء آخر، لأنه موش معقول زادة أنك تولي تقرير في الطور في قضية منشورة ومازال فيها استئناف تهبط البيان هذاك، وشنو نتاع محامي الدولة؟ هذا تلاعب بمؤسسة قوية ونحترمها جدا. أنا نقولها توك الجامعة اللي طابك برا أمشي توا دافع على على تونس في البخرة اللي غارقة في 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 في, في, في جابس، ملف ذكر لو دافع عليه المكلف العام زعت الدولة. ما دخل الجامعة فيه معناته. لا لا بس ما يمسش مؤسسات الدولة ويحترم مؤسسات الدولة ويحترم القضاء والتقاضي، مش تهبط البيان أو 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 التقرير اللي قدمه مكلف العام زعت الدولة. هي مؤسسة نحترمها، كل القضايا التي هي الدولة هي طرف فيها يقوم بها وينوبها كذا. مجاوبتين على سؤالي. اي تفضل الخضر كمل. اي اشار الى ان السيد الوزير كان الضيف المبجل للهلال الشابة. لا نقولك غلط، راه قانون الطاس يقول وقت اللي الوزير وقت اللي تم استدعائه في الطاس استدعى كشاهد، وقانون الطاس يقول وقت اللي فريق يجيب شاهد راه وقت اللي تحول له اي وقت تحول في رفع العقوبه راه معناها مشى السيد كمال قيش ولبس كشكول للشابه ولا هو كيف صوره الشاهد. لا احنا نحكوا على الطاس وقت اللي مشى كشاهد. موضوع ثاني هذاك على الفريق هذاك راه مشى كشاهد، وهو واجب عليه ومجبر وقت اللي تعيط له الطاس باش يشهد باش يجي يشهد ويعطي رايه، والقانون تاع الطاس يقول لك وقت اللي تجيب انت شاهد راك انت اللي تتحمل مسؤوليه مصاريف وكذا. يعني هنا راهو لبس وما نحاولوش نلعبوا بالنقطه هذه. راهي النقطه اللي اثارها طارق وضحها لنا، لانه الجماهير كل تتكلم عليها هذه تاع رئيس بليتو السيد الوزير عنده زوز اطراف يعني في خصام في قضايا بيناتهم، اللي هو هيكل تابع تشرف عليه الوزارة اللي هي الجامعة، وجمعية رياضية أيضا معنا المشرف عليها، يعني الوزارة مشرف على الاثنين. كيفاش أنت تجي تلبس كشكول تاع جمعية؟ فسر هالي تفسير أكاو علاش ممكن كلبس كشكول جامعة أحسن، لأنه هيك الرسمي فهمني كيفاش الجامعة معتاتو في وجدنا جامعة فسر هنا أكاو هذا هذا انحياز أم لا؟ أنا إحنا شوف إحنا ما نعتبرش، أنا شخصيا في الوزارة نلبس الكشكول تاع الجامعيات تاع طوس الكل. لا 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 خلينا باش نكونوا واضحين، انا كممثل للوزاره وكناطق رسمي باسمها الجمعيات في تونس الكل اللي هم 2000 ولا قداش جمعيه هم جمعياتي وهم ضرب، ولو اني عندي جمعيتي نحبها انا وخاص بها ما نعلنش عليها، اما كل جمعيه في تونس ما دامني موجود في الوزاره هي تعنيني وتهمني. ممكن خلينا ممكن السيد وزير حاسد هلال الشابه في الموضوع هذا ممكن خاطر كريتيك شوي كريتيك شويه الشابه ما تكتل. لا 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 ممكن كريتيك شويه معناتها هو كما قال سي شكري وذاي معناتها ممكن هو وزير كمشرف على جمعيه كل يلبس كشكول نتاع جمعيه كل وذاي لوجيك معناتها اليوم ترجي انتصرت يلبس كشكول ترجي الافريقي، اما ممكن هو اللي معناتها اللي اثار اللبس وثار ممكن اللي خاطر فما اشكال بين الجامعه اليوم ولا ولا الشباب معناتها احنا نصوروا معناتها كان امتنع على السيد وجدي كذلك الكشكول. احنا ديما نقولوا الانسان يكون لازم يكون عاقل ورزين. اليوم احنا الجامعه عندها سبق مع هلال الشابه، وكما تفضل سي كريم قال احنا نظام البطوله اللي عايشينها اليوم على خاطر الاشكال اللي تعاملتها الشابه من باب الاحرص وتفادي كل شيء انها الجامعه تنأى بنفسها عن هذا وانها تكون اشد حرص. انا قلت لك وقت اللي قلت لك ثم اثاره متعلقه بعنف لفظي مهما يكون، وعملنا اجتماع اكثر من اجتماع باش ندعو الانديه والمسيرين والرياضيين وانها نبتعد ونعطوا العبره. تجي ما تنظرش في ملف وتخليه هكا
وبعدين تصدر مشكلتك والتقصير اللي عملتها الجامعة تصدر على الناس في العلمي ما انت خمسة ليف خمسة ليف دينار بعد تعدى وتعاقب بزوز مباريات وخطية خمسة ليف دينار مانيش باش نقص مانيش نقص الخطية لا تعنيني لا اي زي هو قالك ما انت ما يذولي تعاقب والجامعة انصفت والمجلس التدريب انصفت النادي الافريقي عطاته ربح المباراة نتاعو معناها ما صارش حتى تغيير في الوعد شنو مشكلة الوزارة هنا احناش مشكل احنا إيه احنا قلنا راهو التطور مازال استئناف ومازال مراجعة استئناف انت سامحني نقاطعك تعرف اللي بعد باش تمشي للطاس الحكاية معناها الشامبيونان يقعد حتى تعدى للطاس سي وجدي طاس معناها 6 شهر عام كان مش اكثر سي وجدي شنو اللي يمنع الجامعة لحد الان ما تعينش تاريخ الجلسة الاستئناف اعطيني يا سيدي نفترض عينتها الغدوه لا لا مهم جدا هذا يتعين للاستئناف ومن بعد للتاس هذا مهم انت اللي كنت تبرنوا فيه سونيه من جامعه تونسيه كره قدم تاجيل موعد الاستئناف المماطله على الاقل كما نقول سونيه غير مبرره شو علاش ثانيا سيدي لا انت باش تكون حريص على حل الاشكال تاع فريق يهمك هو منضوي تحت راية الجامعة على فكرة روى على العادة اقتضاته وأنه ديما رؤساء النوادي يصير تباطأ في حالتهم على مجد التدريب سي وجدي الحال ليس الحال أنا روى نحكي ديما تو راني نحط بشكل موضوعي ونحط روحي أنا في بلاصة الجامعة تو أنا واحد من الناس أدرأ وأبتعد عن الشبهات ندرأ عليه نبعد عليه أخويا هاي الواحد تاعك وتعد ثانيا باش نكونوا زادة واضحين الطاس روى وقت اللي ثم استعجال نظر ومقبول من الطرفين راهو تم يمكن ان الفض النزاع في ظرف شهر باش كملوا معاك سي شكري جوست خلينا يلزمنا وقت الفاصل تو فاصل ونرجع معاك ديريكت سي شكري فاصل ونرجع رجعنا لكم مستمعينا مرحبا بكم الناس الكل مواصلين في اي اف ام زون سبور وفي هل البلاغات ما بين الجامعه والوزاره الشباب والرياضه يا طارق عندك تفاعل قبل ما نرجعوا الكلمه هو سؤال معناته مباشره خلينا نختزل الملاحظات اللي كان يحوم حول سي وجدي خلينا من فقه القانون وخلينا من انتماك الرياضي اللي كان نقولوه يولي سكوب كبير في البلاد تو خلينا نقولوه هو على الاقل ما تبغى تقولوا انت ولا برا ربعينه لا هو ما انت محترف خلينا نقول صحفيا انا نحب نسالك هل هي حرب الوكاله اليوم هذه القناعه الموجوده عند غالبيه الشارع الرياضي واللي تهربوا منها حرب الوكاله معناتها بمنحى انه الوزاره حتى في اللاوعي فما تضامن مع هلال الشاب والفيدراسيون للأسف زجت بجمهور النادي الأفريقي وتحمل مسؤوليته كاملة فيها لأنه صراع قانوني عادي جدا الحقيقة ريت فما معك أنا في نسبة التحريض ونعرفوا نحن قوة الدفع الرهيبة لجمهور النادي الأفريقي دونك تحطت الفيدراسيون وتحط جمهور كلوب أفريقيا سمحني الوزارة وجمهور كلوب أفريكان في حرب لا تعنيها هي مجرد إثارة ما بين الشاب والأفريقي كانت شتوفة دونك أنا ريت الحكاية أخذت معناتها ديمونسيون كبيرة برشا في حرب الوكالة شوف احنا كما قلت لك احنا راهو الجامعات او الجمعيات رغم هم احنا صوت الشرف عليهم واحنا ما نحاربوا باسم حتى حد ما نكون في بلاصه حتى حد هذا موقف ثابت احنا قلنا ثم خلل ثم تداعيات خطيره على البطوله هذا اللي يهمنا وهذا اللي مشينا له قلنا هذا ينجم يؤدي الى مشاكل احنا وصلنا اليوم معنا كره الماء ولا فيها عنف في رادس شفتوه أكثر شيء من هذا مهم برشا أما التركيز الكلي معناتها ممكن اللي يثير الجدل التركيز الكلي على الشاب أو النادي الأفريقي أما كان نشوفوا شنو صاير في قاع الأولمبيا بسوس في الهونت كان نشوفوا شنو صاير في استدعينا رئيس الجامعة نتاع الفولي باش نشوفوا في المسائل تاع الهوم وتتعدى بهدوء وبسلاسه ما خرجتش لا يعني الاشكال في وديع الجريله فهمتوا لان احنا اخت شوف ستارك احنا قلت لي انت وزارتك تبعث لك تقول لك ايجا راه ثم مشكل باش ناخذوا فيه هذا راك لازم تمشي لها وتشوفها بلا سامحني اخر اجتماع صار ما بين كمال دقيش ووديع جري زمانين قداش القصر لا اختنوا من البروتوكول تاع الاستقبال معناتها جلسه عمل لانه قطيعه ونعرفوا حرب برد اليوم سلموا ما لازم نكشفوا الموضوع انا اعطيك عادية. انا اعطيك مثال بسيط احنا طلبنا من رئيس الجامعه ورؤساء النوادي باش ننظروا في مسائل العنف اللي قاعد متشفي وناخذوا قرارات والموضوع هذا من اختصاص المطلق لرئيس الجامعة ما جاش رئيس الجامعة بعث الكاتب العام يعني هو يشعر لانه اقوى من الوزارة سامحني الله اعلم لا هو بالنسبة له يبدو انه ما عندش في مخه اللي ثم صوره اشراف لا
لا هذا تعامل مع الوزراء السابقين مع ماهر بن ذياب وسهام العيادي وغيره. شوف سي طارق احنا راهو نعطيك مثال بسيط احنا باش والوزاره احنا ديما نحكوا بصمت ونحاولوا نعاملكم ما نحبوش نخرجوا المدرب مدرب الفريق الوطني شكون تخلصه هو الوزاره وقت اللي انا نخلصك في الفلوس كذا من باب اولى احرى حتى كيجي باش تقيل مدرب وكذا تعلم وتعمل بون قرار فني لما حال لا على الاقل تعلمني وتقول لي وتبدل ما عملش اما احنا المصلحه العليا للفريق الوطني قلنا ما يسالش هي الاداره الفنيه وهم فنيين ادرى ويعرفوا خير وما نشوشوش ما هو لهنا سي منذر انا سي منذر كان تم اتصال به من سيد رئيس الجمهوريه تربع وزير الرياضه واللي هو بل حتى ما ولا هو طرف الصراع لا حولته الجامعه الى طرف الصراع حولته الجامعه الى طرف انا نعطيك شوف لان احنا وقت اللي نشوفه رانا معاقب اقالته نظرا لعلاقته بالوزاره والله كي نجمعوا برشا دلائل ونفهموا بها حاجات وما نحبش ندخل في برشا حاجات حتى انتم ما كنتمش مقصرين في الموضوع هذا حتى انتم وقت اللي ينتصر المنتخب في الكان تتصلوا بالمدرب الوزير يتصل بالمدرب في التليفون لا ما نحبش نحكي في هذا وقت اللي مشى السيد الوزير لقطر عمل معاملة على الأقل لا طريق بوزير وما نحبوش نقولوا هذا لأن باش نولوا نمسوا حتى من الدولة وأنا رجل دولة نحترم الدولة ما نحبش نقول هذا توسي شكري بربي خليني نقول لك حاجة تو أنت في قطر عمل معاملة سيئة ووقت خلينا نقول وديع الجارية مش مترشح الكوب دوموند ما بالك أنت نحب نسألك سؤال تو أنتم كوزارة تحسوا في رواحكم تو في الوضعية متاع الحقيقة تو الجامعة تو كل مرة تخرج إنها أنا فما دورة في البلاصة الفلانية كيب ناسيونال كوب دوموند راهو في التوانسة لعبت كل تلوش في تساكر ماشية لقطر فهمتني انا مانيش قاعد نرى في وضع الوزاره توا اقوى من وديع الجاري خلينا نقول واقوى من الجامعه الجامعه توا عندها اهتمامات اخرى وعندها وضعيات اخرى مانيش ندخل توا باش نحكي على الحكام وشنو وضعيه الحكام في المشاكل هذيا انتم تحسوا روحكم اقوى توا طبعا من جهه تمشي تنزل السؤال ماذا بدهم نعمل الوقت هذا هو اللي حبيت نقول يعطيك الصحه السؤال هذا احنا ما نحطوش ماناش نتعاملوا بمنطق شكون الاقوى وشكون لا ثم قانون يضبطنا ثم قانون هيك الرياضيه ان شاء الله باش يخرج قريبا وقريبا جدا الذي ينظم الوضعية وهالي فاي هذوما الكل إن شاء الله باش يتسكروا ما عادش نشوفوها إن شاء الله بسرعة لكن وقت اللي نتعاملوا احنا نتعاملوا بمنطق الراسيين رجل الدولة ومؤسسات الدولة التي تتعامل وتحط في ميزانها كل شيء راهو تنجم انت حتى كأب احنا عندنا نظرية في القانون الأب الصالح للعائلة تتعامل مع خطأ ومع ولدك ولا بنتك راهو تتعامل معها بشكل آخر وبعين أكبر احنا ديما نعتبر روحنا احنا الأكبر احنا ميسالش نجم نتحمل الشوك واحنا احنا الدولة في الاخر وهذا واجبنا وهذا لازم نعملوه ومانيش باش ندخل انا في شطحات او غيرها ولا نبدأ في حرب البلاغات واحنا ما بديناش حرب البلاغات ده فما نزاع قضايا بيناتكم سي شكري طارق التوقيت اسمع فما نقطة حبيت نشرها ما باش نستسمحك في حاجة برك سي شكري بزيد معنا ربيع ساعة والربيع ساعة باش نطلب باش ما يقولوش حكاوها في الحكاية باش نطلب باش نقعد نحكي الحوار بيني وبين سي شكري لأنه معناتها الأطراف كل نجم تتفهم اللي احنا كونتر سي شكري لكن احنا نحبوا التوضيح خلينا معناتها نكمل معاك ربيع ساعة بعد إذنك ولما تقول لي أنت أي ولا معناتها سي شكري ويكون الحوار معناتها سؤال جواب بيني وتوضح انت بيان سور تاخذ راحتك في التوضيح باش نخرجوا ترتيحه صغيره احنا حبيت نوضح نقطه برك اي لا مازلنا باش خاطر الاخبار تو ومن بعد باش نرجع نوضح النقاط اللي تحب عليها الكل جينا اريج في احوال الطقس ومن بعد ماشيين مع قسم الاخبار مع عيفه وراجعين في ساعتنا الثانيه من FM زون سبورت